السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وعد، السيد ميثم، وأحيي تحياتي لكم جميعا. حياكم الله. عندي تعليق بسيط على كلام السيد ميثم حينما ذكر وقال بالنص يحق لنا أن نفخر بالحسين. رد عليه أبو عائشة يقول ولماذا نفخر؟ على إيش نفخر؟ أعوذ بالله، ما سمعت. أنا سمعتها. قال على إيش تفخر؟ ألا تفخر بالحسين بابن رسول الله يا أبو عائشة؟ لا لا لحظة، أول شيء قال له لا 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 لحظة لحظة خفيفة. أبو عائشة تقول على إيش نفخر بالحسين؟ أنا ما سمعت. نعم قلت، بارك الله فيك. نعم قلت على الحسين عليه السلام. أعوذ بالله. إيه نعم قلت لماذا تفخر؟ يعني رجل خرج على إمام زمانه وتسبب في قتل الناس. أنت ترى خارج الدين. اسمعني يا أبو عائشة، ليس وقتك، اسمعني. أنت تقول عنه خارج، إحنا لا نقول عنه خارج، هو لم يبايع أصلا. ألا تفخر بالحسين بابن رسول الله؟ أنا أفخر برسول الله. لتمنيت لو كنت في زمانه، لو أنا أفخر برسول الله وبمالي وبأهلي وبصحابة رسول الله. نفخر فيهم جميعا، والحسين صحابي. إذا ترى أنا أفخر برسول الله بصحابة رسول الله. نفخر بالرسول والصحابة، نعم، لكن الحسين صحابي وابن رسول الله. والله لو كنت في زمانه هو من ضمنه، هو من ضمنه. اسمعني يا ابو عائشة، اسمعني يا ابو عائشة، قاتلك الله. لا لا لا، ليش اسمعك؟ ليش اسمعك؟ كلامك كله خطأ في خطأ. او ان كنت جاهلا، كله خطأ في خطأ. لكن انا استبعد الجهل، أنا أحترم الصحابة ولا تقدر الصحابة. كيف تبغى لأنه أنا الذي لا يقدر الصحابة ما أتواصل معه، ما أحبه. بعد إذنك حق نحن واضح. لكن ليس معناه أنه أعلم. يعني هذا كلام عمر، أين كلام الرسول؟ هل الرسول قال أقضانا علي؟ طيب لم يقل أحد. والله يأتي من لماذا لا يفتخر بالإمام الحسين؟ لازم يجاوب أبو عائشة. بيفتخر وبيقول بعدلة كل الصحابة. ليه ما بيفتخرش بالإمام الحسين؟ لماذا لا لازم تفتخر؟ لازم يجاوب على الأخ فهد. أخونا بقى أنا كنت يدير الأهلك بحار الأنوار. مالك أنت بحار الأنوار؟ النساء واحد مسلم سني. أنا قلت أفتخر بالرسول وبالصحابة جميعا، ويدخل فيهم الحسين. طب لماذا لا تفتخر بالحسين؟ مع الصحابة هو موجود معاهم. لماذا أنت قلت له افتخر لحاله؟ اي هل ما الذي قدمه الحسين؟ لحظه لا لحظه اخواني، سؤال ابو عائشه، هل تفخر بمعاويه؟ معاويه صحابي جليل، نعم افتخر به. معاويه لماذا؟ لان الله اكبر، ذكره النبي عليه الصلاه والسلام. هل تفخر بالحسين؟ مع مجموعة الصحابة افتخر به، مع مجموعة الصحابة. لا معاوية واحدة تفتخر به، الحسين واحدة تفتخر به ولا لا؟ لماذا يا؟ في فرق يا أخي، فرق بين معاوية وبين الحسين، ما هو الفرق؟ معاوية ذكره النبي بأشياء كثيرة جدا وتنبأ له، وأيضا هو نسيب الرسول وصهره وقريبه وابن عمومته. بلكي تغوص. أيضا والله كلامك، بعد إذنك حق وعد، بعد إذنك ده كلام بقى سني، أستأذنك يا حق وعد. انت رجل شيعي على الراس، الله يسلمك. بس ده بقى نقاش سني. معاويه بن ابي سفيان اللي ذكر النبي، اللي ذكر النبي عنه انه صعلوك، ودعا عليه قال له لا اشبع الله له بطنه. الحسين قال عليه حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. وقال لجليل الحسن والحسين اصبر والله ما تعرف تهرب ولا تزول. التزم الادب والتزم المقام. ابو عاشة طلبتك، انت قلت كلام النبي في معاوية، طلبتك كلام النبي في معاوية، طلبتك خلي يتكلم الاحمر فيه لا اشبع الله له بطن. والحسين قال ان هو والحسن سيدنا شباب اهل الجنة،
وقال حسين النبي وانا من حسين. مين اللي داعي للفخر يا ابو عائشة؟ السعلوك ومن من النبي؟ جاوب يا نصيبي. إذا قال الحد وعدوه جاوبت. أنا سكت عشان الحد. طيب إذا مالكش دعوة مالكش. إيه جاوب هيقول لك جاوب طبيعي هيقول لك جاوب. لا لا تقول لك جاوب. العقل راح منك. أكيد هيقول له جاوب يا حاج وعد عشان يجاوب. لا أخ محمود أخ محمود إذا يجاوب لازم تعطيه وقته إذا يجاوب. مو تقول الآن أبو سؤال أبو عائشة. يقول لك إن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال عن معاوية صعلوك وقال عن الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة. هل تفخر بالصعلوك لو بسيد شباب أهل الجنة؟ تفضل جاوب الأخ محمد. أحسنت. أنا أفتخر بمعاوية. لماذا؟